ومنها جماعة التبليغ، فقال لكم السائل هل ترون الخروج معهم تأييدهم؟ فذكرتم له انقسام الناس فيهم بين مادح وقادح وأسباب ذلك، وقلتم إنهم يخرجون من دهر طويل إلى البلدان الكافرة وغير الكافرة، يدعون إلى الله ويزهدون الناس في الدنيا ويرغبونهم في الآخرة ويدعونهم إلى التمسك بالإسلام ويحذرونهم من الكفر بالله، ولهم نشاط ملموس، فمن خرج معهم من أهل العلم والبصيرة ليشجعهم ويعلمهم ويعينهم على التوحيد والإخلاص وترك البدع فقد أحسن، ومن خرج وهو جاهل فهو على خطر، فإذا خرج معهم صاحب علم وسنة وتوحيد نفعهم ونفع الناس. فنصيحتي أنهم لا يمنعون ولا يهجرون، ولكن يساعدون ويشجعون ويعلمون ما قد يجهلون، وأن يشاركهم أهل العلم والبصيرة حتى تكثر فيهم الدعوة السلفية وعلم السنة، وينفع الله بهم أكثر، فإنهم الآن نشيطون ومن يقوم مقامهم. الدعاة إلى الله قليلون بالنسبة إلى كثرة أهل البدع والشر، فينبغي تشجيعهم. انتهى ملخص جوابكم. وقد بلغني أنه صدر فتوى من اللجنة الدائمة يخالف ما ذكره سماحتكم علاه مما أوقع الناس في الحيرة والبلبلة، فأرجو أن توضحوا للسامعين رأيكم الأخير فيهم، وما تعتقدون وتدينون الله به مما يشجع على الدعوة إلى الله ولا يهدمها، وأملنا ألا تأخذكم في الله لومة لائم. لا زالت آراءكم سديدة. مسترشد توقيع. الجماعات التي تدعو إلى الله كثيرة ومنوعة، واستبق سؤال من بعض الإخوان عن جماعة التبليغ، وهم جماعة من الهند وباكستان يتجولون في بلدان الدنيا، في أوروبا وأفريقيا وفي أمريكا وفي كل مكان، في آسيا وفي كل مكان، ولهم نشاط في الدعوة ولهم نشاط في البلاغ، ولهذا سموا أنفسهم جماعة التبليغ، ويبلغون الإسلام ويسبحون دعوة الله عز وجل، والناس فيهم بين قادح ومادح كما تقدم، منهم من جهل أمرهم فذمهم، ومنهم من عرف أمرهم فمدحهم وأثنى عليهم، ومنهم من توسط في ذلك. والذي قلنا فيه ما تقدم هو نقوله الآن، ليسوا بكاملين، عندهم نقص وعندهم غلط وعند رؤسائهم القدامى بعض الأغلاط وبعض البدع، لكن هؤلاء الآخرون في الأغلب ليس عندهم شيء من ذلك، وإن كان عندهم رؤسائهم الأقدمين، لكن هؤلاء يتجنبون الآن ينشدون الخير وينشدون توجيه الناس إلى الإسلام وترغيبهم في الآخرة وتسديدهم في الدنيا وتشجيعهم على طاعة الله ورسوله، وقد تأثر بهم الجم الغفير يصحبهم الفساق والعصاة فيرجعون بعد ذلك عبادا وأخيارا، قد تأثروا بهذه الدعوة. هذا هو الذي علمنا منهم، وأصاب صاحبهم جم غفير من إخواننا وعرفوا ذلك، وعندهم بعض النقص والجهل وفيهم جهال يريدون الخير، فإذا صاحبهم أهل العلم والبصيرة والعقائد الطيبة نبهوهم على بعض الأغلاط وساعدوهم على الخير، وصارت دعوته أكثر نفعا وأكمل نفعا. أما ما صدر من اللجان الدائمة الذين في الرئاسة من 6 سنين فقد خفي عليه بعض أمورهم، وصدر في الفتوى شيء غير مناسب، وليس العمل عليه، العمل على الحقيقة التي علمنا من ذلك، وأن الواجب هو التعاون معهم على البر والتقوى وإصلاح ما قد يغلطون فيه، وهكذا غيرهم مثل جماعة الإخوان المسلمين والجماعة التي موجودة في باكستان وغيرهم، كل عنده نقص، فالواجب التعاون على البر والتقوى والتعاون على ما ينفع المسلمين، والنقص يجب على أهل العلم أن يتعاونوا في إزالة والتنبيه على الخطأ فيه، حتى تكون الدعوة والإخوان جميعا متقاربة ومتعاونة وساندة، حتى ينفع الله بهم الجميع. فإذا اضطربت واختلفت أوجبت التنفير وأوجبت البلبلة وأوجبت الشكوك، فالواجب على أهل العلم أن يساعدوا في الخير وأن ينبهوا على الخطأ من جماعة التبليغ وهي جماعة التعليم. هذا هو الذي نعتقد به، هذا كله في جميع الجماعات، ما كان عندها من خطأ نبهوا عليه ويبين لها خطأها، وما كان عندها من صواب شجعوا عليه وتسارع في الخير والهدى حتى تستقيم الدعوة إلى الله. أما من كان هدفه الصد عن سبيل الله ويشر البدع والأهواء، هذا هو الذي يحارب. نسأل الله لجميع الهداية.